طيب محتاجين نعرف كواليس اكتر ونطمن، واحنا في هذه اللحظات طبعا في مطار القاهرة الدولي. اروح لزميلي العزيز كريم احمد موفد قناة الاهلي عاقب الوصول من مطار القاهرة الدولي عشان نطمن منه ونعرف بقى كواليس الوصول والزيارة، وزي ما شايفين قدامنا طبعا استقبال وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي لبعثة النادي الاهلي. كريم مساء الخير والحمد لله على السلامة. شكرا عليك زميلي العزيز محمد، ومبروك ليك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي. والله يسلمك، طبعا يعني فرحه كبيره الحقيقه شفناها وحضرناها وحسيناها، ويعني اكيد الكل كان يستمتع بفريق النادي الاهلي الحقيقه في المباراه النهائيه، واكيد الجمهور كان هيبقى ليه دور كبير. عدد كان بسيط، 3 أفراد أو 4 أفراد يا محمد، يمكن اللي جاي من هولندا واللي كان جاي من امريكا لمؤازره الفريق للنادي الاهلي. لكن الحقيقه لعيبتنا الحمد لله رجاله، وطول عمر لعيبه النادي الاهلي رجاله رغم كل الصعوبات الحقيقه الفتره اللي فاتت، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي، هو ده مجلس الاداره. احنا انت شايف محمد طبعا معاك لحظه بلحظه، وكنا بنتابع معاك برسائل خاصه طبعا من المغرب. احنا مجرد وصولنا طبعا لقينا في استقبالنا الحقيقه كل قيادات المطار طبعا متواجده، طبعا يعني استقبل فريق النادي الاهلي مع كابتن محمود الخطيب الوزير اشرف الصبحي طبعا اللي حرص ان هو يكون متواجد يسلم على اللعيبه بالكامل، وحرص طبعا ان هو يهني الكابتن محمود الخطيب. اجواء كانت رائعه جدا يا محمد، وصداها بقى هيفضل مستمر الحقيقه مع فريق النادي الاهلي لمده 48 ساعه ومع الجمهور ومع كل امور دي، لان احنا لسه كمان ما خرجناش بره المطار. وعلى ما اعتقد يعني في بعض الجماهير طبعا وبعض محب النادي الاهلي بيتمنوا ان هم يقربوا من المطار، لكن انت عارف التشديدات الامنيه كبيره جدا هنا في مطار القاهره، لكن الحمد لله وصلنا بسلامه الله. وانا لسه شايف كمان الدكتور سعد شلبي اللي قام بعمل المدير التنفيذي طبعا في النادي الاهلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ في هذه اللحظات. فرحه كبيره يا محمد، وحلم كان كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب يا رب يتكرر اكثر من مره، وال11 وال12 يا رب. احنا جمهور النادي الاهلي طماع، وانت عارف يا محمد كل بطوله بتنتهي بيبدا النادي الاهلي يفكر في البطوله اللي بعدها، فيا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. طيب وانتوا راجعين يا كريم من المغرب، رحله السفر بقى والكواليس، في لعيبه طبعا موجوده في المغرب عشان رايحه طوكيو، 4 لعيبه من النادي الاهلي رايحه للمنتخب الاولمبي. بدري بنون موجود في المغرب طبعا واخد اجازه وهيرجع خلال الساعات اللي جايه. رحله الطياره بقى، الكواليس، الاجواء، الكلام اللي كان بيتقال النهارده عاقب الوصول، يعني عايشنا كده معاك فرحه الجهاز واللعيبه والاداره بالعشره وبدوري ابطال افريقيا. الحقيقه محمد فرحه كانت كبيره جدا بقى بغرفه تلعب ملابس لعيبه النادي الاهلي، ويمكن كل تابعها الحقيقه على شاشه قناه النادي الاهلي، الفرحه كانت كبيره. وصلنا مطار الاداره البيضاء، كل اشقائنا المغاربه الحقيقه عايز اوجه لهم كل التحيه الحقيقه على مساندتهم، جمهور رجاء وجمهور وداد، اشقائنا المغرب، اي حد متواجد كان بيدعم النادي الاهلي وبيشجعه وبيحفزه بشكل كبير جدا. لعيبه فرحت، كل اللعيبه الحقيقه كانت في قمه، عارفين كم الضغط الكبير اللي كان فيه النادي الاهلي وكم الصعوبات من مباريات وطالعها مباريات عديده، وان احنا نصل لمباراه في بنلعب في المغرب مباراه وحيده مباراه فاصله، فيمكن الفرحه كانت كبيره جدا. يمكن تعرف محمد طبعا الرحله بتستغرق 5 ساعات، الحمل كان كبير والمجهود كبير، اللعيبه يمكن قدرت ان هي تفرح ساعه او اكثر من ساعه كده في الطائره، ثم الباقي طبعا كل اللعيبه خلصت من النوم، لان يمكن المجهود كان كبير جدا للعيبه النادي الاهلي والتركيز كبير، لكن فرحه كبيره وفرحه مهمه لكل اللاعبين، ويا رب ان شاء الله ما يحرم جمهور مصر ولا يحرم جمهور النادي الاهلي من الفرحه الكبيره اللي بيعيشنا فيها لعيبه النادي الاهلي. طيب بدر بنون زي ما قلت واخد اجازه وهو لسه مقيم في المغرب او هيقعد في المغرب؟ محمد بدر بنون متواجد في المغرب، ويمكن لاعبتنا طبعا الشناوي واكرم وطاهر وصلاح طبعا لم يعودوا معنا على متن او الطائره او الخط، توجهوا مباشره مع المدير الاداري للمنتخب الاولمبي الى طوكيو ان شاء الله. بنتمنى لهم كل التوفيق يا رب، لعيبه النادي الاهلي ولعيبه المنتخب بالكامل، لكن الامور الحمد لله مع اللاعبين اطمنا حتى عليهم محمد، اصابات حد مصاب، حد بيشعر باجهاد، اي حاجه قبل ما يكونوا بيغادروا طبعا مع رئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبله، فالامور الحمد لله طيبه جدا. بدر بنون متواجد في المغرب، لاعبي المنتخب سافروا الى طوكيو، ولاعبتنا عادت بسلامه الله الى القاهره. انا عايز اقول لك يا محمد كمان يمكن 48 ساعه اللي جايين هتكون راحه لعيبه النادي الاهلي. اكيد اكيد يعني طبعا لازم راحه، يعني يومين على الاقل عشان تبدا بقى تشتغل الفتره الجايه، عندك ضغط ماتشات دوري اكيد يا كريم. بالظبط يعني نقدر نقول يمكن 48 ساعه، واول يوم العيد طبعا هيكون متجمع فريق النادي الاهلي 7 مساء على ان ابدا التدريب 8 مساء، فرصه طبعا لكل اللاعبين اللي طبعا يقضي اول يوم مع اسره اللي هيبقى فيه اصحابه طبعا انت عارف يا محمد، واكيد بنقول لكل الشعب المصري وكل جمهور النادي الاهلي كل سنه وهو طيب وعيد سعيد على كل الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي. بيتسو موسيماني هل اتكلمت معاه؟ انطباعه ورد فعله؟ بيتسو من المواقف، في المواقف اللي زي دي بتسمع منه كلام مهم جدا، لان الكلام ما ينفعش يعدي. بيتسو بيتكلم دايما عن العمل الجماعي، عن العمل الجاد، اتكلمت حتى في الكواليس في بدايه التغطيه الخاصه يا كريم عن الكلام اللي كان بينه وبين الكابتن محمود الخطيب قبل الماتش ب 24 ساعه، وبيقول له انت محتاج حاجه، ناقصك حاجه،
قال له احنا عملنا اللي علينا، مش ناقص غير توفيق ربنا يوم الماتش ان شاء الله. بالتأكيد يا محمد، يعني الحقيقه مستر فيتسو موسيماني دوره كبير جدا ودور الجهاز اكبر كمان، والحقيقه يمكن الراجل بياكد على هذا الامر. يعني يا محمد يمكن في ناس، لو اكيد انت طبعا طلعت المباراه وشفت كابتن سامي قمصان اغلب وقت المباراه كان واخد البرميشن من فيتسو موسيماني ان هو يكون متواجد على الخط ويدي التعليمات. تعرف طبعا يعني كابتن سامي قمصان بيقوم بدور كبير جدا الحقيقه مع الجهاز الفني بالكامل، سواء مخطط الاحمال، سواء الطبيب النادي الاهلي احمد وعلا. فيتسو موسيماني قراءته كانت رائعه جدا، الراجل كان مركز في كل الامور التي تخص كايزر تشيفز، الاجواء، الجو، نجله الملعب، طول الملعب قد ايه هنلعب. الراجل بيحضر بشكل جيد جدا وعنده قناعه كبيره جدا بكل اللعيبه، توظيف اللعيبه ده قال ده مهمتي. انا جيت لقيت لعيبه النادي الاهلي بتلعب بطريقه معينه، بتلعب بطريقه طويله، لا دلوقتي بقينا بنبدا نحضر ونلعب عدد من الباص كبير جدا، بنقدر ان احنا نسحب فرقنا. كل الكلام ده الحقيقه كان بيقوله في الكواليس سواء معانا او سواء مع اي حد من طبعا محبيه وكده. فالحقيقه يمكن فيتسو موسيماني يعني من المدربين الفنيين المميزين جدا اللي هيصنع تاريخ وهيكتب تاريخ كبير مع الجيل المميز والرائع جدا اللي بنوجه له كل التحيه الحقيقه. الجيل المتواجد في هذه المرحله مع النادي الاهلي لعيبه تستحق التحيه، تعلم جيدا قيمه النادي الاهلي وقيمه تيشيرت النادي الاهلي. والحقيقه كل ده شفناه يا محمد الفتره اللي فاتت، المباراه الاخيره ومن قبلها البطوله الماضيه، روح واصرار وعزيمه بنشوفها في كل المباريات. فيا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي وتستمر لعيبته ويحافظ عليها يا رب ان شاء الله من اي اصابات، ويقدروا يساعدونا كل مره في كل البطولات ان شاء الله جميعا يا محمد. باذن الله يا كريم، الحمد لله على السلامه والف مبروك، وان شاء الله الفتره الجايه كمان بقى مستمرين في بطولات كتيره ان شاء الله، ومجهود كبير ليك واحمد يحيى مدير التصوير، محمد دكروري مخرج فريق العمل. يعني بجد عملت مجهود كبير وتغطيه ولا اروع، وتغطيه حصريه على شاشه قناه الاهلي خلال الايام السابقه لتغطيه كواليس الاهلي في نهائي افريقيا.